المشكل هو احنا ساكنين هذه 50 عام هذه الدار، وهذه الدار تباعت بلا خبر ديالنا، وتباعت لواحد البنت ديال شي وزير، ومركزه على ركيزات صحاح، لانه محامين ومحامين ومحامين هذه تقريبا 10 سنين. واليوم جاء الافراغ، جاوا شي ناس بلا السلطه فرعوا البيبان ديال الدار كلها، ودخلوا على مرات خاي الله يرحمها، الله يرحمه، دخلوا عليها هي نعسه هي ولدها كونفيني، لانه على هذا الكورونا ولا داك الشيء، فرعوا لي الباب تانيك ديال بيتي انا، فهمتي؟ هذا هو اللي داروا. مين شافوا راسهم داروا غلطه مشاو دابا عاد جابوا السلطه وجابوا البوليس. ايوا راه حنا تنتظروا دابا، قال لك ولا بدا غادي ينفذوا، ما عرفنا ما نديرو. امرنا بين الله وبين سيدنا محمد السادس الله ينصرو، هذا هو اللي كاين. مشكل مع بنت واحد الوزير، ما نعطيت سميتو حتى تجي بقيته ديالو، بغات محل باش تكون برجوازيه وصافي، لان الودايه دابا خدات واحد القيمه دوليين، وهانت راه اهتموا بها. لو كان ما كانت سيدنا ما غاديش يهتموا بالودايا. ما كيفاش ولات القهاوي يرجعوها اليونسكو تابعه لودايا، دابا لودايا في اليونسكو، فهمتيني ولا لا؟ الوغ هادو اللي عندهم لي اغنياء تياخذوا دابا فرصات باش يشريوا، باش يديروا شي حاجه سياحيه، ماشي سياحيه غير باش هما يقولوا راه عندي دار في لودايا. اليوم صراحه يعني واحد الحاجه شنو نقول لك اليوم جاو يخرجونا من دارنا، جاو يخرجوا لي ميغري من دارهم. شنو غادي نقول؟ شنو نزيد نقول؟ انا كان رساله وحده المسؤولين كاملين اللي عيطنا لهم ما كيجاوبوناش في التليفون. كاين واحد مؤامره دارت ضد لي ميغري. احنا خدامين في الاغنيه المغربيه، وخدامين في الموسيقى المغربيه، وخدامين في الثقافه وفي لي بارتناريا مع العالم. شوف لي بري اللي صايبنا، شوف لا فامي ميغري شنو العز اللي جابت للمغاربه، ميد ان موروكو. اوكي، حنا ولاد البلاد، ولاد المغرب، وكنجيبوا العز. باش حنا يخرجونا من هاد البقعه، شنو هي هاد البلاصه هادي؟ دار صغيره. علاش؟ علاش صغيرة؟ حيت حنا ما طماعينش، حنا ما بغيناش الأراضي والفيلات وبير قاسم وداكشي، حنا خلينا لهم، ما كنحسدوا حتى واحد، الله يزيد أي واحد اللي عنده شي حاجة كنفرحوا ليه. حنا بلادنا بغيناها تكون فيها دي بيل فيلا، يكون فيها قصورة زوينين، سي نوتخ فيغتي، وبغينا يكونوا فيها بحال هاد لا ميزون، متحف موزي ديال الأغنية المغربية، ديال الثقافة، ليستواغ دو لا ميوزيك ماروكان، كاين طرف كبير منا في الدار. لي ميغري حسن ومحمود، نو مي عمي محمود، نو مي انا كنسمع عمي محمود الى اون تران دو بلوغي ماتنو، امي كتبكي من هنا. با شنو يكون كيدير في القبر؟ شنو يكون با دابا في القبر؟ شنو يكون؟ هذا هو الجسد ديال الاخوان. سيدنا الله ينصرك، سيدنا كنطلبوا سيدنا، كنعاودوا نطلبوا سيدنا، راه كنعيطوا للمسؤولين ما كيجاوبونيش. انا راه سيدنا عطاني رقم، اي جو في لو دير، عطاني الرقم ديال الحاجب الملكي، ياك الحاجب الملكي معايا اون كونتاكت. كنطلبكم انايا، كنطلبكم اسيدنا الله يخليكم، دخلوا لينا في هذه القضيه هذه. كما عيطتي ليا نهار ما تبا وقفتي معايا وعطيتيني القوه، باش انه راني مستمر بقوه في الموسيقى، مستمر بهذاك الكلام ديال كنقولها اوفيرتومون. يعني سيدنا اعطيتيني واحد القوه كبيره، وانا عارف قلبك كبير، امير المؤمنين، ملك ديالنا المحبوب، رجل قانون، حق، رجل حق. سيدنا الله يطول لينا في عمرك سيدنا، لما تدخل ما لقينا مع من نهضروا، راه الصحافه هي اللي دابا جات عندنا، وكنشكروا بزاف الصحافه المغربيه، جاوا بكثره، جاوا بحال لا راه حنا درنا ان البوم، عمي محمود خرج البوم، وعلاء خرج البوم، وناصر وحسن من القبر، جاوا بحال لا راه حنا ما عرفت شنو درنا. حنا اليوم في هذا المكان اللي حنا نسميوه متحف فني
اللي كان يعني اللي هو البلاصه اللي ترعرف فيها لا فامي ميغري، عائله ميغري كلها ترعرات هنا، من الكبير فيهم حتى لولادهم حتى لحفادهم. فبعد 50 سنة اللي ساكن فيها اليوم جاهم الافراغ للاسف. تنتأسف لهذا القرار اللي هو قرار حكومي مع كل احتراماتي. نتمنى أن الجهات المعنية الجهات يعني العليا تدخل في هذا الملف هذا، ونتمنى أن النقابة الفنان تدخل يشوفوا يوضعوا حد لهذا الملف هذا. لانه دابا كت دابا كنهضر معكم وانا كنسمع سميتو ولد ناصر، ولد ناصر ولد حسن ميغري الله يرحمه تيهضر، فكانت سميتو محمود ميغري اللي عطى الدوله من الفن يعني عقود وما تعطوا في الفن. فانتم كتشوفوا المصير ديال يعني ما للاسف وكنقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه كنقولها وتنادى الله ياخذ الحق. لا سي بون سي تو بو مو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.